FM. الكلمة ليك. لا وجود لديمقراطية. الديمقراطية لا وجود لديمقراطية في الساحة السياسية التونسية. كل المكونات استبدادية. ومن كان يطالب بالديمقراطية كان يطالب بالديمقراطية لنفسه. ويتحدث عن الديمقراطية بكل استبداد ويرفض حق الاختلاف واختلاف التجارب واختلاف المسارات. الكل جميعا علينا أن ننتظر. وهنا وين دور التربية والبرامج التعليمية. علينا أن ننتظر جيل آخر لتتشكل طبقة سياسية ديمقراطية متعودة على حق الاختلاف، متعودة على التنوع، مستوعبة معرفيا ما معنى نسبية الإقرار، ما معنى نسبية الموقف، ما معنى نسبية الطرح. هذه الأجيال حتى إن كانت تناضل وإن ناضلت ضد الاستبداد فهي ناضلت لاحتلال موقع المستبد وتمارس الاستبداد في الأحكام التي تصدرها. العديد من الأحزاب والتيارات السياسية تحالفت مع الأنظمة السابقة وتعتبر أن هذا التحالف مبارك وهو تكتيك حكيم، في حين أنها تنكر هذه الممارسة على أطراف أخرى. الكلمة ليك.